باقات الزهور من أجمل الهدايا التي تحبها الأمهات، وهي مرافقة دائما لأي هدية أخرى. باقات منوعة سنقوم بتنسيقها اليوم مع منسق الأزهار عصام سمك، ضيفنا في الاستوديو الذي بدأ يحضر كل التجهيزات لصنع أجمل باقة في عيد الأمهات. عصام مرحبا، صباح مرحبا النور حسين. من عيد والدتك بعيد الأمهات طيبة. وكل الأمهات مصر أيضا وأمهات الإسكندرية خصوصا. أنت من الإسكندرية صحيح؟ إن شاء الله. طيب عصام، سنحضر اليوم هيك باقة وناخذ من نصائحك بكيفية اختيار الأزهار، وكما نرى الاستوديو زينت لنا اياه بالأزهار الجميلة بعيد الأمهات. بداية عصام، انت وعم بتحضر الباقة، كيف بنختار؟ يعني هل في أزهار بتلبق مع أزهار وفي أزهار ما بتلبق مع أزهار؟ يعني لازم يكون عندنا شوي معرفة بالأزهار. أكيد طبعا الألوانات بتبقى على حسب المناسبة. في يعني مثلا مناسبة المواليد الولد بيختلف، يعني بتكون الألواناته الأبيض مع الأزرق. نعم، البنوتة بتبقى ألواناتها الأبيض والبينك. حتى يعني بالولادة. آه. بعيد الأمهات أي ألوان عادة؟ والله في عيد الأم بتبقى الألوانات كلها بتبقى ميكس، البنفسجي الأبيض عم لاحظ، عم شوف الزهر الأبيض، فبتبقى الألوانات شوية بتبقى هادية وحلوة كده، بتدي روح شوية. صحيح غير الألوانات الأحمر والأورانج. طب أنت بيلي عم تحضرها الآن، ماذا يعني أي ألوان رح توضع؟ دي ألواناتها هتكون الأبيض والبنفسجي. الأبيض والبنفسجي. في ألوان بتدرج؟ يعني مثلا فينا نقول هذا العام دارج ألوان معينة؟ حاليا اللي ماشي بتبقى الألوانات كلها، اللي هو الأبيض والبنفسجي والبينك والفوشي، كلها بقت بتدخل مع بعضها الألوانات كلها. يعني الألوانات كلها بقت ميكس كلها دلوقتي. نعم، طيب احكينا عن الألوان، هل هناك ايضا اشكال معينه للباقات مثلا بتكون اكثر دارجه؟ مثلا عم شوف ورايي يلي وضعتهم بالاستوديو، في عنا ايضا شكل معين للباقه، يعني هل هناك فينا نقول ترند او صيحات لشكل الباقه؟ اكيد طبعا. كل ومن يحدده؟ اللي بيعمل ازهار ولا هي عالميا ممكن تكون؟ والله لا، اللي بيشتغل هو اللي بيحدد التصميم على حسب تصميم البوكس، على حسب تصميم الفاز اللي محطوط، وعلى حسب راي الزبون. يعني في زبون بيبقى حابب الوانات معينه فبديله هو الراي. صحيح. لو بيديني انا الراي فخلاص بعمل على ذوق انا الحاجات وبطلع له الارجمن المناسب. طيب خليني ايضا يعني دعني اسالك بعض الاسئله يلي ممكن تحير الناس اللي بياخذوا باقه ورد، وايضا الامهات يلي بمثل هالعيد بيستقبلوا باقات الورد. كيف ممكن نضمن انه باقه الورد يعني تستمر لاطول وقت ممكن وما يذبلوا الازهار؟ يعني بتقعد فتره من 7 إلى 10 أيام تتقصى قصه بالطريقه دي بشكل تجريدي كده بزاويه. بتقعد ممكن بنحط لها في بودره بتنباع لها كمان معاها. وماذا عن الماء؟ هل يجب انه نضعها بالماء مثلا؟ الى اي مدى بنوضع مي بالفاز او بالوعاء؟ ما دام محطوط لها البودره بتاعتها بتقعد الميه بتاعتها مستمره معاها، بتضل نظيفه معاها. مع ممكن نستخدم حاجه تانية زي اللي هو الكورليكس، نقطتين ثلاثه منه، بيخلي الميه نظيفه وما بيعملش روايح كريهه للورد نهائيا، وبضل زي ما هي الميه نظيفه. نعم. وبنشوف نحن هالاسفنج الاخضر يلي هو دائما بيكون هو الاساس، صح؟ ده الاساس اللي انا بستخدم فيه الورد، يلي بضل الورد عايش فيه. عايش فيه. بيختلف لو انا بستخدم الفوم من بستخدم الفاز بدون الاسفنج، فبتبقى الميه بس تلقائيه من غير الاسفنج. نتابع نحن معك يعني تجهيز هالباقة، ووعدتنا انه تقريبا خلال 10 دقائق ماكسيموم ربع ساعة بتكون الباقة جاهزة، يعني على طول من كده إن على شاء الله. طول الفقرة. يعني لو نحن يعني هيدا دليل اخر انه الواحد يروح عند الاختصاصي، لانه لو نحن بدنا نحضرها بدها سنوات معنا. اكيد طبعا. لنعرف عندنا بعد باقي وقت لنتابع بهالتحضيرات، وهي فرصة لنرجع نذكر المشاهدين يا عصام بانه جميل أن نهدي والدتنا. أكيد طبعا الورد يعني ورد. حاجة صعب يعني. نعم. أخبرنا قليلا يعني كيف ماذا تضع؟ هلأ أنت برمها، هي حتكون بالشكل الثاني للمشاهدين صح؟ أم الحبيبة ده. إذا بنبرمها هيك على الكاميرا وخبرنا، أخبرنا قليلا يعني حتى وضعت ورد، أخبرنا عن أنواع أيضا الأزهار المستخدمة. أنواع اللي محطوطة بس هم 3 أنواع. زهرة السنبيديوم. نعم. مع الروزز الابيض او البنفسجي. مع زهره التيوليب جدا حلوه بسيطه. نعم. مع نوع هاجرنجا. نعم. ده هولندي الوانات البينك.
مع نوع تاني همبركم، يعني مش أنواع كثيرة. صح، بس حلوة. هل هناك مثلا، يعني إذا أحد هلا رايح يجيب باقة ورد أو باقة زهر لوالدته، هل في عنده لازم يكون براسه إنه يجب أن تتضمن الباقة أنواع، عدد من الأنواع المعينة، ولا لا ممكن أن يشكل؟ حاليا بيبقى على حسب طلب الزبون، لو على اختياري انا فبحط له من إيه، على اختيارك، على إذا اختياري بدنا نصيحتك، على اختيار انا بستخدم له 3 ألوانات، مش أكثر، يعني ثلاث لو ألوانات زادت وثلاث ممكن 4. صرت عم أقول مثلك، ألوانات ثلاث ألوان ايوه، وثلاث ألوان وثلاث أنواع. و3 أنواع، أوكي، ثلاث ألوان وثلاث أنواع. يعني ممكن بيبقى الروزز، الهجرنجة، التيوليب مع بعض، تبقى باقة جدا بتبقى نعم، حلوة. هذا الوعاء على كل حال أكيد، أنا بتعرف الأمهات ما بيكبوا شيء، اه بقى هيدا الوعاء حتى لو دبلت لا الوردة بيضل، رح يرجعوا يستخدموه، صح؟ اه بيضل ممكن يرجعوا هن يستخدموه بشيء ثاني يستخدموه في البيت، في ممكن البيت، بيضل يحطوا فيه ذكرى كمان. ذكرى كمان أكيد. وأنت يعني اليوم بمناسبة عيد الأم ضمنت كمان عبارة يعني إلى اكيد أمي طبعا، الحبيبة، وعم نشوف هون كمان أمي جنتي وأمي الحبيبة. رائع أيضا، يمكن أنه حتى في ناس إذا بتحب أن هي تكتب رسالة معينة. اليوم خلال الحلقة يا عصام تحدثنا كثيرا عن أهمية هالكلمات اللي بنقولها لوالدتنا بعيد الأم. تمام، رائعة، خلينا نبرمها عشان إن يشوفوها شاء الله. المشاهدين. يلا، ها، رائعة صارت، جميلة. بعد بدك تضيف لها شيء؟ لا دي كده خلاص، خلاص؟ متأكد؟ كده خلاص دي. بدك ترشلها شيء؟ لا دي كده خلاص، جاهزة، بس أنا بدي إياك تعمل شيء. أنت بس بالنسبة لك بترشلها بس شوية إيه؟ معطر، يعطيها رائحة اه بس ده لذيذة، بيدي راحة شوية مع الورد. أصبحت جاهزة. طيب عصام، بعد عنا باقي عنا كم دقيقة. إن شاء الله بسوي لك أوكي، إشي تاني إذا لحقنا إن شاء قد ما الله. بنلحق، بس حلو هالتوليفة، يعني دي زهرة الليل جدا حلوة، كمان بتعطي ريحة لما تفتح مع الورد، بستخدم معها مع الروز. روز. طبعا عندنا 4 دقائق، ممكن نعمل شيء فيها؟ اه اكيد. يلا، تحدي عصام بأربع دقائق سيقدم لنا باقه جديده. بدك مساعده؟ لا لا شكرا. اللي قال ما بخربها. يلا، ها، نوضع هذه هون، صارت جاهزه. تاخذها الكاميرا وبنفس الوقت بتوسع لنا المساحه. ومكتوب عليها أمي الحبيبة. جميل. كيف في، هل هناك طلب مثلا هذا العام؟ على شو كان الطلب عصام؟ وأيضا من خلال خبرتك، هل في أزهار معينة كان طلب عليها أكثر؟ يعني الطلبات على زهرة الليلة أولا عشان كانت كثيرة، بتضل نعم، في البيت وبتعمل ريحة جدا حلوة، فبتبقى عليها طلب. بالنسبة للمناسبات اللي بره بتبقى كلها الورد، الروزز، الهجرنجة، بس كان في البيت بتبقى زهرة الليلة أول حاجة، صحيح، يعني عشان صحيح. بتعطي ريحة. حلو هالخليط بين الخضار وبين اه بيعطي اللون الآخر، بيعطي كمان بيعطي روح كده، روح حلوة. لازم يكون في خضار الموضوع شوي. وهذه الباقة أصبحت شبه جاهزة. عادة أيضا الباقات، بتعرف الإنسان يلي ما بيكون عارف حاله شو بده ياخد يا عصام، بيلجأ بسرعة إلى الورود، أكيد طبعا الحل الأنسب، ده أفضل حل، بس ممكن يكون هو الحل الأول لأنه يليق بالأمهات، يعني الأمهات يلي هن زهرات حياتنا بيليق فيهم الأزهار الجميلة. ما تكون الباقة هي مثل ما بيقولوا اختيارنا الأخير أو اختيارنا العشوائي، إنما يعني بتأني أن نقوم باختيار الأزهار هو شيء جميل. أكيد. وهذه منا الكادو او يعني الهديه، هذه مع الهديه، مع الهدية. يعني ما تنسوا، يعني ايوه في هديه ثانيه لازم للأمهات، هديه، بس هي بحد ذاتها هديه جميله ولطيفه. هالقد بدها، بيبقى على حسب التصميم وعلى حسب التغليف، في تغليفه ممكن تاخد ورقتين صح. ثلاثه، او على بس حسب احنا بنعمل الشكل اللي على بيطلع حلو. حسب المصمم. ايوه، لا هيدي عصام. جميله.
عصام شكرا جزيلا على كل المعلومات وعلى زينت لنا الاستوديو اليوم هيك واعطيتنا روح حلوه بعيد الامهات وعلى شغلك الجميل. شكرا يا عصام ولنا لقاءات ان شاء الله اخرى وكل عام ولدتك بخير وكل الامهات. شكرا.